طيب انا اشكر حضرتك طبعا على المقدمه الممتازه، ادت فكره واضحه يعني ايه اهميه كل عضو في الجسم. احنا نقول الكبد هو المايسترو اساسا للجسم كله، من حيث ان هو عضو اساسي للفلتره وحمايه الجسم سواء مسيرات خارجيه او داخليه، بيكون الكثير من المنتجات الهامه جدا، عمليات الايض ان انا استفيد من المكونات الغذاء لاجهزه الجسم كلها دي هامه جدا، التخلص من السموم، التخلص من الادويه اللي انا بناخدها، يعني وظائف عديده جدا، وبيكون مكونات الحياه. لما نقول البروتين اللي احنا بنحتاجه، الالبومين اللي احنا محتاجينه، مكون المصنع الاساسي اللي هو في الكبد، اذا الكبد بيساوي حياه. دهون الكبد خلينا اقول كده احصائيه بسيطه قوي عشان ابين ايه موضوع دهون الكبد. دهون الكبد يمثل بين 25-30% على مستوى العالم ان البشريه مصابه بيه، يعني من كل 100 ما يقلش عن 25-30 واحد عندهم دهون الكبد بدرجه معينه. دهون على الكبد. فكلمه دهون الكبد معناها ايه؟ احنا عموما الناس السلام عموما يعني نسبه دهون الكبد او الدهون في الكبد اقل من 5% من الوزن. اقل من 5% من ايه؟ من الوزن. اللي هو كام؟ 1.5 كيلو تقريبا. يعني وزن الكبد 1.5 كيلو. لما الاقي ان 5% بقى بتزيد، احنا دخلنا في درجه من دهون او تدهن الكبد. عايز اقول لحضرتك دهون الكبد ليس كله مرحله واحده. انا عندي في مرحله بدائيه بيسموها الدهون البسيطه، وظائف الكبد اللي هي طبيعيه. نسبه التدهن من حيث ان انا لو عملت عينه من الكبد بلاقي معقوله. لا يوجد علامات التهابية، يعني مفيش خلايا التهابية داخل نسيج الكبد. ده بيسموه تدخن بسيط، وده كتير جدا، وده بصاحب الأغلب مننا ممكن نقول بالزبط. يعني عنده اللي هو الدهون البسيطة على الكبد بالظبط. خمس الناس دول بقى اللي عندهم تدخن بسيط بيدخلوا في مرحلة معينة بعد فترة من الزمن لحاجة اسمها ناش. الناش دي نون الكوليك ستاتوبوتايتس، اللي هو تدهن الكبد الالتهابي الغير كحولي. ده بقى مرحلة لازم أقف عندها وأعمل ستوب. ليه بقى؟ لأن لقوا إن خمس الناس دول برضو بيدخلوا في مضاعفات حضرتك قلت عليها، إن ممكن يدخل بقى في تلاف الكبد، مضاعفات، وستيسا طبعا، يعني دوال مريء، سرطان كبد، الحاجات دي كلها. فعايز أقول إن مش معنى واحد عنده دهون كبد يعني معناه إن هو كله زي بعض، لا، لازم أعرف من الطبيب المعالج يا لو سمحت يا دكتور أنا مرحلة دهون الكبد عندي أي درجة من الدهون عندي بالظبط، إيه المرحلة؟ وبناء عليه أقدر آخد الخطوات الاستباقية. عايز اقول لحضرتك يعني لما لقينا دلوقتي ان داخلين ان رقم واحد في العالم هيكون لزراعه الكبد نتيجه الناش اللي احنا قلنا عليه التهاب الكبد التدهني ده، لو قلنا ان رقم ثلاثه في نسبه حدوث سرطان الكبد نتيجه تدهن الكبد والناش اللي قلت عليه، فاذا نعرف الموضوع يعني موضوع كبير قوي. عايز لو تسمحي لي في ربع دقيقه نقول فيروس سي وفيروس بي. على مستوى العالم كله فيروس سي اقل من 70 مليون، العالم كله داخل على 8 مليار، فاذا